البداية إذن من حالة التصعيد بين إيران وإسرائيل، حيث دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع 6 جهات أو جبهات قتالية في 6 أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة على حد تعبيره. إلى ذلك، وفي سياق متصل، كشفت أوساط إسرائيلية عن مسودة اقتراح أمريكي بتشكيل تحالف دفاعي غير مسبوق يضم 9 دول عربية إلى جانب إسرائيل وأمريكا، وذلك استعدادا لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. التسريب الإسرائيلي يوضح أن المقترح الأمريكي يسعى إلى تحالف عسكري بين 9 دول عربية مع دولة الاحتلال، ما يعني أن إسرائيل ستتعاون مع العديد من الدول العربية التي ليس لها علاقات رسمية معها. التفاصيل مع عبد العزيز بن عمر. دعوات متكررة ومتعددة من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإسرائيلي لتأسيس حلف أمني إسرائيلي عربي لمواجهة التمدد والتهديد الإيراني. آخر تلك الدعوات كانت من وزير دفاع الاحتلال بيني غانتس، حيث دعا إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران. وبرر ذلك رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخاوي أن تل أبيب تواجه حسبه 6 جبهات في 6 أبعاد، أهمها عدد كبير من التهديدات المتنوعة، لكن أخطرها حسب التخوف الإسرائيلي التهديد النووي والصاروخي الإيراني. من جهتها، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسريع عقد اتفاقية أمنية لمواجهة التهديد الإيراني المزعوم، حيث دفعت مؤخرا بكل من الإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقية أمنية تسمح لتل أبيب نشر منظومة رادارية مهمتها الإنذار المبكر عن أي خطر صاروخي محتمل، سعية في نفس الوقت إلى نشر نفس المنظومة في العديد من دول الشرق الأوسط. الاتفاقية الأمنية التي تدعو إليها واشنطن، إسرائيل و6 دول عربية في الخليج بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق تحت الإشراف الأمريكي، حيث من المقرر أن تعرض تفاصيلها على الكونغرس الخميس المقبل بعد أن حصدت توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويرى المسؤولون في واشنطن أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام المزيد من اتفاقيات التطبيع، وذلك في ظل التقارير التي أشارت مؤخرا إلى جهود أمريكية حثيثة للعب دور الوسيط في محاولة للتقدم على مسار تدريجي يفضي إلى تطبيع العلاقات الرسمية بين إسرائيل والسعودية، والتي ستكون محور الزيارة الرسمية لجو بايدن إلى تل أبيب ثم الرياض. وبين التخوفات الأمريكية والإسرائيلية من التهديد الإيراني والتبعية الخليجية لهما في نفس التخوف، يبدو أن تل أبيب على أبواب اتفاقيات تطبيع واسعة وشاملة تسمح لها باختراق المنطقة العربية اقتصاديا وأمنيا وعسكريا. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد يحيى حرب الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أرحب بضيفي أيضا من أسطنبول الدكتور محمد الزواوي المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة زكريا من أسطنبول. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد يحيى حرب، بداية ما التوصيف الذي يمكن أن يطلق على ما يحدث الآن بين إيران وإسرائيل من تصعيد متبادل؟ أحييك يا أختي الكريمة وأحيي ضيفك العزيز والأخوة المشاهدين. يعني التوصيف المباشر لما يجري الآن هو حرب، هي حرب بين الدولتين، وإن كانت هذه الحرب حتى الآن في الإطار الأمني المخابراتي السبراني ولم تتحول إلى حرب عسكرية متفجرة بشكل واسع. ولكن يعني الخطر الحقيقي أنه لا أحد يمكن أن يضمن أن تبقى هذه الحرب في هذا الإطار. هناك محاولات جادة من الجانب الإسرائيلي للضغط على إيران، أولاً على مستويين، مستوى أول مزيد من عزلها عن محيطها الجغرافي الطبيعي وخلق عداوات بينها وبين دول المنطقة، وثانياً على طريق على يعني باتجاه استفزازها داخلياً، والاستفزاز الداخلي قد يؤدي في أحسن الحالات
بالنسبة لإسرائيل إلى إضعاف النظام داخلياً ونشر الفوضى والاضطرابات في الداخل، خلق المشاكل الداخلية وإظهاره عاجزاً عن حماية أمنه في الداخل. ثانياً إضعاف نفوذه الخارجي، باعتبار إذا كانت إيران غير قادرة على حماية أمنها الداخلي فهي بالتالي لا يعول عليها يعني كنصير أو كحليف لقوى إقليمية تقول هي بأنها يعني صديقة لها أو حليفة لها. إذن الأهداف الإسرائيلية واضحة، محاولة إضعاف إيران داخلياً وخارجياً، وفي أحسن الحالات أو في أسوأ الحالات إذا أمكن القول يمكن أن تتدحرج هذه السياسات إلى حرب إقليمية واسعة. وأنا أقول بكل بساطة، لو كانت إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تضمن حدود لهذه الحرب وتبقيها ضمن السقوف التي تريدها هي باتجاه توجيه ضربات قاسية لإيران أو لحلفاء إيران كما يسمون، لفعلوا ذلك منذ زمان. ولكن القلق الأكبر أو الخوف الأكبر هو أن هذه الحرب قد تتدحرج، قد تدخل فيها قوى أخرى، قد تؤثر على مصالح أخرى، قد تتورط بها دول إقليمية مختلفة. طيب، وهذا ما سينعكس طبعا على أمن النفط وأمن المنطقة الخليج وأمن الممرات المائية، وهو ما لا تحتاجه أمريكا في هذه المرحلة. طيب دكتور محمد، يعني كيف يوصف هذا التمادي الإسرائيلي بتصفية علماء داخل إيران خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة؟ البداية تحية لحضرتك وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني دعيني أبدأ بأن أختلف مع ضيفك الكريم. يعني أعتقد أن السياسة الأمريكية ومع إسرائيل هي إبقاء إيران كبؤمة أو كفزاعة لدول الخليج، والإبقاء عليها في هذه الحالة هي إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يريدون تدمير إيران، ويريدونها في وضعها الحالي أنها تقوم بعمل فزاعة لدول الخليج، ومن ثم فهذه الفزاعة تدفع دول الخليج الى احباط اسرائيل، ومن ثم عمل هذا الحلف الذي تشكل الان في المنطقه، ومن ثم يعني تدمير ايران بصفه كامله غير مطلوب لاسرائيل، حتى اسقاط النظام السياسي نفسه غير مطلوب بالنسبه لاسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه كان ممكن انها توجه ضربه، كان هناك الكثير من الاستفزازات ما بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه، لكن امريكا اختارت ضبط النفس سواء في اداره ترامب او في اداره بايدن حاليا. ومن ثم فإبقاء إيران على هذه الصورة كفزاعة لدول الخليج، فتقوم أمريكا تستطيع أن تقوم بابتزاز دول الخليج، بيع السلاح حتى القديم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وإلقاء دول الخليج في أحضان إسرائيل في صورة حلف يتشكل الآن في المنطقة. ونعود الآن لسؤال حضرتك، استهداف العلماء. يعني الآن إسرائيل تقوم بعمل ضربات إجهاضية للملف النووي الإيراني بصفة أساسية. يعني إسرائيل تهدف إلى إجهاض الملف النووي، تهدف إلى عدم وصول إيران إلى السلاح النووي، تصفية العلماء، يعني غرس بعض الفيروسات التي تقوم بتخريب البرنامج أو البرامج التي تقوم بتشغيل هذا البرنامج النووي. ومن ثم فالهدف الرئيسي هو يعني تحييد الملف النووي، ومن ثم إبقاء إيران بصورتها الحالية كفزاعة، ويعني لكسب أو لعمل تحالف إقليمي جديد والآن يتشكل بقيادة إسرائيل. طيب يعني سيد يحيى حرب، إلى أي مدى إيران قادرة أن تصبر أمام هذه الاستفزازات التي تمارسها عليها إسرائيل وتتمادى بها بشكل كبير، خاصة في موضوع يعني تصفية العلماء كما ذكرنا خلال هذه الفترة الوجيزة وهذا العدد؟ لا شك بأن هذا التحدي كبير للجمهورية الإسلامية. هي تشعر بأن يعني الجبهة الداخلية إلى حد ما مخترقة بالأجهزة الأمنية الغربية والإسرائيلية، وهذا تحدي كبير طبعا لإيران. ولكن يعني معروف أن واحد من أهم عناصر الاستراتيجية الإيرانية أن لا تستجيب لاستفزازات الآخرين، هي لها سياساتها المختلفة. هذا تعودنا عليه خلال الأربعين عاما الماضية، تعودنا عليه في السياسات الإيرانية وفي سياسات قوى المقاومة في المنطقة. إسرائيل تريد هذه النوع من الحروب الاستعراضية، هذه الحروب اللي هي قادرة عليها لأنها تملك وسائلها، بينما في المقابل يعني إذا حسبنا هذه الاستفزازات أختي العزيزة منذ 10 سنوات أو 20 سنة
تمارس ضد إيران، هناك محاولة ضغط، محاولة عزل سواء أمريكية أو إسرائيلية، ولكن خلال هذه العشرين سنة التي لم توفر فيها أمريكا وإسرائيل أي وسيلة من الحصار إلى محاولة تأليب الجبهة الداخلية إلى الاستهدافات من هذا النوع، وهي ليست جديدة طبعا، يعني مورست بأكثر من مكان، الاستهداف في سوريا، الاستهداف في العراق، يعني استهدافها في أكثر من مكان. إذا حسبنا كل هذه الاستفزازات ثم أين أصبح ميزان القوى، نجد أنه ما زالت إيران قوية، ما زالت موازين القوى ليست لمصلحة إسرائيل في المنطقة ولا لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. كل المشروع الأمريكي معرقل بفضل الصبر الإيراني والصمود الإيراني. إذن على مستوى استراتيجي إيران تحسبها، ليست المسألة هي صراع ديكة، ضربة بضربة وضربتني أضربك، ولا هذا الاستعراض الذي تقوم به إسرائيل، هي بالنهاية حسابات استراتيجية. نحن نتحمل ضربات، نتحمل خسائر من هذا النوع، ولكن في المحصلة النهائية نحن نقيم نوع من التوازن الاستراتيجي. طيب، وهذا التوازن قائم بعتقد على أكثر من جبهة. طيب، إسرائيل. دكتور محمد، يعني أتيت على ذكر التحالف بين دول خليجية وإسرائيل، برأيك يعني هل الوقت الآن أقرب من أي وقت مضى فعلا لتشكيل هذا التحالف الذي تم الحديث عنه في السنوات الأخيرة ولكن لم يشكل؟ نعم، من الواضح أن كل المؤشرات بتفيد بذلك، يعني حتى الاجتماعات الأخيرة على أعلى المستويات والاجتماع الأخير في إسرائيل نفسها بين قادة مختلف قادة الدول العربية، هذا كله يشير إلى أن هذا التحالف يعني ينقصه اللمسات الأخيرة فقط. الآن إسرائيل هي التي تقود هذا التحالف الإقليمي الذي يتكون من الدول العربية، وأعتقد أن السعودية سوف تنضم لهذا التحالف. سمعنا كذلك عن نشر رادارات إسرائيل في منطقة الخليج وذلك في جزيرة سقطرة اليمنية، ومن ثم فهذا التحالف هو يعني ليس بجديد، ولكنه الآن ربما يتم وضع النقاط الأخيرة في هذا التحالف. وأعتقد أن يعني إيران هي التي دفعت الدول العربية لهذا التحالف، هذا لا أبرر ذلك، ولكن يجب على إيران أنها يعني كذلك تحاول أن تتراجع عن سياسات التوسعية وأهدافها المعلنة بإسقاط عدة دول عواصم عربية كما صرح الكثير من المسؤولين الإيرانيين. الحقيقة أن يعني هذا التحالف لا يفيد أحد، بالعكس هو يضر الدول العربية ويضر العالم الإسلامي كله، ويعطي أفضلية كبيرة جدا لإسرائيل، كما أعطيت إسرائيل أفضلية في مجال الطاقة. الآن إسرائيل أصبحت معبرا وأصبحت مركزا للطاقة والغاز في منطقة الشرق المتوسط، والآن إسرائيل نفسها تضخ الغاز في خط الغاز العربي، ومن ثم فكل هذه المعطيات تؤدي إلى أن إسرائيل الآن بدل أن يتم عزلها ويتم حصارها من أجل تحقيق القضايا العادلة للشعب الفلسطيني والمنطقة العربية كلها، نجد أن إيران بسياساتها التوسعية هي التي تدفع الدول العربية في هذا التحالف. يعني الآن الدول الخليجية الصغيرة، الإمارات، الكويت، حتى قطر نفسها برغم العلاقات جيدة، لكن الهاجس الأساسي لهذه الدول النفطية وكذلك الذي تقوم يعني مثل دبي والإمارات التي تقوم على الاستقرار، يعني اقتصاد يقوم على الاستقرار والسياحة وما إلى ذلك، فإن الهاجس الرئيسي الآن هو إيران والسياسات التوسعية سواء المعلنة أو غير المعلنة من إيران. ومن ثم فالآن الولايات المتحدة الأمريكية هي ترعى هذا الاتجاه، يعني كما أسلفنا أن حتى عندما قامت إيران بضرب معسكرات أمريكية في العراق، يعني ترامب بالرغم أنه حشد أساطيل كبيرة ومعدات كبيرة ولكنه لم يقوم بتوجيه أي ضربة لإيران. نعم، هذا يدل أن هذا الوضع الحالي هو يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ويصب في مصلحة إسرائيل ويصب في أهداف إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية لصالح إسرائيل مع الأسف الشديد. طيب، يعني سيد يحيى، تحدثت عن نجاح إيران، يعني رغم كل ما مرت به خلال السنوات الماضية من ضغط، ولكن استطاعت أن تحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة. الآن هناك متغيرات كبيرة جدا بدخول إسرائيل بهذه الطريقة على الخط في الخليج العربي، والآن تحول إسرائيل إلى جزء من الأمن في الخليج العربي. إيران كيف ستواجه كل هذه التكتلات؟ يعني أعتقد هذه مسؤولية إيران ومسؤولية قوى أخرى ودول أخرى ويعني تيارات أخرى في المنطقة، عليها أن تتحمل أيضا مسؤوليتها في هذا الانهيار الكبير الذي يحصل في المنطقة العربية. لا شيء يبرر الخيانة والتعامل مع الكيان الإسرائيلي، لا الضغط ولا الترهيب ولا الظروف، لا شيء. وإلا يعني إذا كنت أنا أريد أن أتعامل مع الكيان الإسرائيلي فهناك ألف حجة وألف سبب، وهذا طبعا كلام خاطئ
لا يستقيم منطقا ولا يستقيم بالواقع العام. ولكن للأسف أصبح واقعا بالنسبة لإيران. نعم، هذا الشعب المصري مثلا، هذه مصر مثلا، رغم أن حكومتها طبعت، ما زلنا نرى الشعب المصري يقاوم، ما زلنا نرى نقابات مؤسسات صحيح. تقاوم التطبيع، ترفض التطبيع. الخيانة ليست مسألة بسيطة، التطبيع ليس مسألة أن خائف أو يعني هذه من الأفلام الهندية يعني التي تفسر الجريمة بالخوف أو بالقلق. لا شيء يجب أن يمنعنا أن يدفعنا إلى التخلي عن هذه القضية القومية الأساسية العقائدية التي هي القضية الفلسطينية. ما يدفعنا إلى ذلك هو طبيعة هذه الأنظمة وليس أي شيء آخر. هذه الأنظمة لا أعتقد بأن الإمارات خائفة من إيران. بالإمارات مثلا هناك ملايين من الإيرانيين يعملون الآن في الإمارات، هناك مصالح اقتصادية بالمليارات إيرانية موجودة هناك. إيران موجودة إلى جانب الإمارات منذ عشرات السنين، ولا مرة اعتدت عليها أو هددتها أو حاولت التأثير عليها. الكويت مثلا أقرب لإيران ولكن الكويت ليست خائفة، قطر أقرب لإيران ولكن قطر ليست خائفة، عمان ليست خائفة. إذن هناك دول خليجية ليست خائفة بهذا المنطق الذي يبرر به لهذه الدول الساقطة في خانة التطبيع. أنا أعتقد يجب أن لا نبرر لهؤلاء تراجعوا لأن طبيعة هذه الأنظمة تقضي نعم. ذلك. هذا نوع من التراجع والسقوط في فخ التطبيع، ولا نريد أن نسميها خيانة، ولكن على الأقل هو التخلي وطعن القضية الفلسطينية والقضية العربية في الصميم. شكرا جزيلا لك سيد يحيى حرب، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أشكرك دكتور محمد الزاويوي، المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة زكريا من اسطنبول، على هذه المشاركة.